معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي. مرحبا بك سيد شاهو. إذا حركة التغيير تتهم حزبي بارزاني وطالباني بتجويع الأكراد، كيف تقرأ هذا التصريح وتوقيته؟ تحياتي لكم. بداية، حقيقة هذا التصريح يمثل الانقسام والتشتت الموجود داخل الساحة الكردية، وخاصة يأتي في حين أن هناك حديث عن ضرورة وجود تحالف أو كتلة كردية للمشاركة في الانتخابات حتى لا يضيع الأصوات الكردية في المناطق المتنازع عليها. حركة التغيير دائما كانت تطالب بإصلاحات ودخلت إلى البرلمان وحصلت على رئاسة البرلمان في سبيل الإصلاحات، ولكن تم تعطيل البرلمان وبعدها أصبحت حركة معارضة، وإلى الآن تصر على أن التجربة الكردية للأسف فشلت في تحقيق الرفاهية للشعب الكردي، وأن الحزبين الحاكمين يجب أن ينتهي فترة حكمهم للسلطة. ولذلك اعتبرت أن فشل عملية الاستفتاء والذي كانت نتائجها كارثية بالنسبة لمواطنين الإقليم أثبتت أن هذه التجربة أيضا أضافت إلى التجارب السيئة للحكم من قبل الحزبين الحاكمين، وبالتالي تريد أن توظف هذه التراكمات، هذه الأخطاء المتراكمة لصالحها في الانتخابات القادمة حتى تكسب الأصوات المنزعجة من حكم الحزبين الحاكمين من 1991 إلى الآن. طيب، إلى أي مدى برأيك سيد شاهو يمكن أن يسفر هذا التصعيد على الحزبين الرئيسين في كردستان؟ إلى أي مدى يمكن أن يسفر عن إمكانية التغيير في المنطقة هناك؟ حركة التغيير أيضا بالتزامن مع الدكتور برهم صالح الذي أسس حركة من أجل الديمقراطية والعدالة حاولوا أن يشكلوا حكومة إنقاذ وطني وحاولوا أن يمثلوا أنفسهم في بغداد، ولكن التأكيدات الأمريكية بأنهم سوف يتعاملون مع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وأيضا العبادي الذي غير رأيه من التعامل مع المعارضة إلى التعامل مع الحكومة بشكل كامل، ضعف من احتماليات أن يكون هناك تأثير كبير على هذه الضغوط التي تمارسها حركة التغيير. ولكن حركة التغيير تهتم بكسب الأصوات حتى لا يذهب إلى، يعني الآن في الانتخابات القادمة لدينا حركة برهم صالح وحركة شاسوار الجيل الجديد، وبالتالي هذين الحزبين، هذين التحالفين الجديدين يأخذان من الرصيد الجماهيري لحركة التغيير. فالتغيير يريد أيضا أن يحافظ على جمهوره عن طريق هذه الضغوطات، لأنه في الفترة الأخيرة بعد وفاة مؤسس الحركة نوشي رواح مصطفى كان هناك ركود في أداء الحركة. الآن يريد عن طريق هذه التصريحات أن يعود إلى الشارع ويحافظ على أصواته الموجودة للانتخابات القادمة. طيب، هل تعتقد إذن أن التغيير في كردستان هو الحل كما يدعو المنسق العام لحركة التغيير؟ بلا شك التغيير هو الحل، لأن الوجوه الحالية وطريقة الأداء وطريقة الإدارة في إقليم كردستان العراق للأسف أدت إلى أزمات كثيرة. نحن نعلم أن كان هناك عقوبات سياسية واقتصادية من قبل حكومة المالكي وبعدها العبادي على الإقليم، ولكن إضافة إلى هذا كان هناك تراكم أخطاء إلى الآن لم يفعل ملف النزاهة، يعني الأخطاء الموجودة داخليا أكثر. وفي حال كان هناك إدارة سليمة للإقليم كان ممكن تجنب هذه الأزمات التي يمر بها المواطنون في الإقليم. وأي إصلاح، أي عملية إصلاح لا يمكن أن يحدث ببقاء العقليات الموجودة الآن داخل الحزبين الحاكمين، لأننا إذا تذكرنا تصريح للملا بختيار قيادي في الاتحاد الوطني يقول نحن حتى لو كسبنا مقعد واحد فلدينا قوة السلاح ونبقى في الحكم، وبالتالي هذه العقلية لا يمكنها أن تدير الإقليم بطريقة سليمة، بل هي تفكر فقط في القوة وفرض القوة للحكم وليس كإدارة عادلة وحوكمة وشفافية حتى تستمر. وهذا ما يضعف من احتماليات أن يكون الانتخابات طريقة لتغيير هذه الأحزاب الموجودة الآن في الحكم. نعم، بخصوص علاقة يعني كردستان ببغداد، إلى أي مدى أصبح أكراد العراق في أضعف حالاتهم بسبب استفتاء الانفصال كما ذكر صحيفة فورين أفيرز الأمريكية؟ بلا شك أن الاستفتاء كان طريقة لكسب الجمهور وأيضا للانفصال عن العراق، حاول أن يستخدمها السيد مسعود بارزاني
ولكن نتائجه كانت عكسية. الخسر الأكراد أغلب مناطقهم، المناطق المتنازع عليها، الموارد، النفط الذي كان يوجد تحت يد حكومة إقليم كردستان العراق خسروا نصفها بالكامل، 50% خسروها الحقول النفطية التي كانت موجودة في كركوك، وبالتالي أضعفت الموقف الكردي وجعلت من الأكراد يخضعون للشروط التي تفرضها حكومة العبادي. والآن هناك مفاوضات أيضا بخصوص المعابر، معبر فيشخابور ومعبر إبراهيم خليل، وبالتالي أضعفتهم من كافة النواحي. والآن يحاول حكومة الإقليم أن يحافظ على بعض السلطات أو القدرات السيادية أو الحقوق الدستورية التي أعطتها الدستور للإقليم، ولكن العبادي يريد أن يستمر في إخضاع الإقليم حتى يكسب ضمان حصول الصوت الكردي في الانتخابات القادمة في مقابل تخفيف هذه الضغوط التي يمارسها بحجة الاستفتاء. أشكرك الشكر الجزيل من اسطنبول، الباحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي.